بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. محمد عبد الله، هذه أبرز عناوينه. مالك عقار يلتقي وفد قبائل البرقد ويدعو إلى إعلاء قيم التعايش الاجتماعي. إبراهيم جابر يشيد بجهود دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية غير مؤهلة أخلاقيا أن تلعب دورا سياسيا وعسكريا مستقبلا. أهلا بكم. أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار بالدور الكبير الذي تطلع به وفد نظارة عموم قبائل البرقد برئاسة محمود طاهر آدم رئيس هيئة الشورى، أكد على ضرورة السعي لبسط السلم والأمن المجتمعي والتعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة بين كافة مكونات أبناء الوطن. وامتدح عقار ما ضد ميليشيا الدجل الإرهابية، لا سيما الشباب الذين انخرطوا في معسكرات الاستنفار وقاتلوا بجانب القوات المسلحة. من جانبه أوضح خضر محمد علي أحدث قبائل البرقد القوات المسلحة في معركتها ضد ميليشيا الدجل الإرهابية وجاهزية أبنائها للاستنفار حماية للعرض والأرض، منددا بالانتهاكات والفظائع التي مارستها الميليشيا الإرهابية بحق المدنيين. والغرض من الزيارة هو الوصول أو وصول للشعب السوداني في معركة الكرامة، وبعد ذلك برضو رفع التمام للحكومة السودانية وللشعب السوداني في أننا نحن جاهزين وبمعية الشعب السوداني، وكلنا خلف قيادة قوات الشعب المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وكل الشعب السوداني والأجهزة الأمنية والقوات المشتركة اللي كلهم بيعملوا خلف قيادة قوات الشعب المسلحة، ونحن إن شاء الله سند وعدد لقوات الشعب المسلحة والشعب السوداني. أشاد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري مستشعر إبراهيم جابر، أشاد بجهود قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة على ما ظلت تقدمه من مساعدات إنسانية للسودان دكتور فهد الظفيري إلى مساندة الكويت للسودان في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة فيما يلي تنفيذ مخرجات اتفاق جدة. من جانبه أكد السفير الكويتي دكتور فهد الظفيري التزام دولة الكويت بواجبها تجاه الأشقاء في السودان، مشيرا إلى استئناف المساعدات الإنسانية والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار المرافق الصحية. الآن استأنفنا المساعدات في السودان محملة بمساعدات إنسانية، مواد غذائية ومواد وخيام أيضا، وخيام وسيارات إسعاف، وهناك أيضا رغبة من الجانب السوداني في انتقال الجسر الجوي الكويتي إلى مطار مروي في الشمالية أيضا باعتبارها أحد أكثر الولايات تضررا من السيول والفيضانات. سعادة الفريق إبراهيم مشكورا طلب نقل شكر وتقدير للكويت على إسهاماتها ومساعداتها الإنسانية للشعب السوداني. سوف نقوم بنقل هذه المشاعر الطيبة من سعادة الفريق إبراهيم جابر. أنا من 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 دوري نأكد على عمق العلاقة اللي تربط الشعبين الكويتي والسوداني، وأؤكد على مواصلة المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان. أطلع وكيل وزارة الخارجية بالإنابة السفير حسين الأمين
الفاضل أطلع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى السودان على تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن السودان يتعاطى بإيجابية مع الاستقرار في البلاد. واستعرض وكيل الوزارة التطورات الراهنة على الصعيدين السياسي والإنساني وحرص الحكومة على انسياب المساعدات الإنسانية وفتح أكثر من 9 معابر لإيصال المساعدات الإنسانية، كما دعا المنظمات والمجتمع الدولي لإدانة جرائم الميليشيا الإرهابية بحق المدنيين ونهب مواد الإغاثة وعرقلة وصولها للمحتاجين، مؤكدا أن البلاد لم تصل إلى مرحلة المجاعة وإنما تعاني من سياسة التجويع التي تنتهجها ميليشيا الدجلو الإرهابية. في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم المعلومات الدقيقة والتنوير للبعثات الدبلوماسية ومكاتب المنظمات الدولية والإقليمية المقيمة في بورت السودان، قدمنا اليوم التنوير الثالث والحراك الدائر حول الوضع في السودان خارجيا، ابتداء من المبادرة أو الدعوة الأمريكية لاجتماعات جنيف، وطرحنا رؤية الحكومة السودانية إزاء هذه الدعوة والمحاولات الأمريكية لإقناع الحكومة السودانية في الدخول في هذه المفاوضات، وأكدنا حرص السودان على الوفاء بالتزامات ما تم الاتفاق عليه في جدة في 2023. طرحنا أيضا ملف العون الإنساني والمساعدات الإنسانية، وقدمنا شرح لما قامت به وتقوم به الحكومة في هذا الإطار من منح تأشيرات الدخول اللازمة، الأذونات اللازمة للعاملين في المجال الإنساني، وأيضا أوضحنا رؤية الحكومة في فتح معبر أدري الحدودي الذي وكأنه المعضلة الوحيدة في تقديم العون الإنساني للمحتاجين في السودان. كشف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لدى لقائه والي ولاية سنار توفيق محمد علي عن استمرار 9 مستشفيات في تقديم الخدمات الصحية بالولاية، من ضمنها مركز أدوية الطوارئ والجرحى. من جانبه أشاد والي ولاية سنار توفيق محمد علي بالكوادر الطبية والصحية العاملة بمحليتي سنار المدينة وشرق سنار مؤكدا استمرار جهود حكومته في العمل على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالولاية. الاجتماع تناول الأوضاع الصحية في ولاية سنار خاصة طريق سنار. حاليا في حوالي 9 مستشفيات تعمل في المنطقة. أدمنا على ضرورة الإمدادات الطبية واطمأنينا على أنه عدد من الإمدادات الطبية حاليا يصل للولاية ويصل للمستشفيات العاملة حاليا، كذلك إمداد غسيل الكلى واستمرارية مركز غسيل الكلى في الخدمة، كذلك أمننا على ضرورة توفير المدخلات الأساسية للطوارئ وللجرحى. نطمن مواطن ولاية سنار إن كان في محلية سنار أو في محلية شرق سنار ولا في المحليات الأخرى، الناس اللي بيقدروا يصلوا لها، إنه حيكون العلاج والدواء والخدمات الطبية مستقرة جدا جدا، وهي أيضا فرصة طيبة في أن احنا نشكر كل الكوادر الطبية رغم ظروف الحرب ورغم النزوح الكبير الموجودة في سنار وفي شرق سنار، تمارس العمل إن كان على المستوى الحربي مع الجرحى وإن كان مع المواطنين العاديين في تقديم كل الخدمات. في الاتجاه ذاته أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم وضع الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية والطوارئ بالمستشفيات العاملة بولاية الجزيرة،
والعمل على توفير الإمداد الدوائي ومعينات فصل الخريف. جاء ذلك خلال لقائه وزير الصحة بالولاية دكتور أسامة عبد الرحمن، وناقش اللقاء الأوضاع الصحية والترتيبات اللازمة لمجابهة المخاطر الصحية والطوارئ بالجزيرة. وأكد وزير الصحة بالولاية استقرار الأوضاع الصحية بمحلية المناجل والقرشي، مشيرا إلى ضرورة استمرار تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية بالمحليات الآمنة والعمل على توفير الإمداد الدوائي بالولاية. أجمعت قيادات من تجمع قوى تحرير السودان على أن ميليشيا الدجلو الإرهابية غير مؤهلة للمشاركة في أي عملية حول الوضع الإنساني ومآلات مفاوضات جنيف المعيبة. تتخذ صنوف الحرب التي تشنها الميليشيا الإرهابية على البلاد أشكالا عدة من أجل محاصرة السودان وتدمير مقدراته وإرغام السودانيين على الاستسلام لمخططاتها. وما مباحثات جنيف إلا واحدة من تلك المؤامرات والحيل التي ترمي إلى إعادة الميليشيا إلى المشهد السياسي السوداني بعد أن لفظها الشعب. جنيف يفترض أنه ترتكز على مخرجاته قبل البدء في مباحثات أخرى. اثنين، الشعب السوداني قال رأيه في مشاركة الدعم السريع في الحياة المدنية والعسكرية مرة ثانية بشكل منفصل الشكل السابق. بالتالي نحن كحركة رأينا انه ما بنقبل بالدعم السريع يكون جزء من الحياة السياسية في المستقبل ومعاونيهم كذلك. وإذا هذه المعطيات فإن المشهد يتطلب فعالية أكبر لكافة الأحزاب والقوى الوطنية في المدافعة بكل السبل والوسائل التي تتصدى لهذه المؤامرة. لا نمانع من إجراء أي تفاوض من أجل إيقاف الحرب، ولكن هناك أشياء أساسية، شروط يعني أشياء أساسية يجب أن تثبت يعني من خلال أي تفاوض، وحقوق السودانيين أمنهم وعدم إقفال المجرمين. ونفتخر انه في رؤيتنا الدعم السريع هي ليست شريكه في الصناعه وبناء السلام، انما هي طرف معتدي يجب الزامها بالخروج من اعيان المدنيه وعدم اعتدال مواطنيه ورفع الحصار. الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدجلو عقدت كثيرا من الظروف، كل ذلك حدث في ظل صمت دولي مريب. في تقديرنا انه هذه لا 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 الظرف الإنساني المعقد هو يعني تولد نتيجة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتعمدة بمحاصرة المناطق يعني المواطنين وقطع الطرق والاستهداف المتعمد في تخريب المؤسسات الخدمية زي الصحة والتعليم والمياه، وبالإضافة للكتل المتعمد للمواطنين ونهب ممتلكاتهم وتعطيل عملية الإنتاج وتعطيل العملية الزراعية. هذا وقد استطاعت حرب الكرامة أن تجلي مواقف الكيانات والتنظيمات من محك الثبات عند المبادئ ما بين بيع الزمم وموالاة الأجنبي. وهنا تتضح مواقف تجمع قوى تحرير السودان الواضحة حينما أعلن خروجه من الحياد وأثر القتال مع القوات المسلحة، واليوم حينما رفض بكل وضوح مباحثات جنيف. محمد الزبير إسماعيل، تلفزيون السودان، بور سودان. وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالاستراع في استكمال خطوات إعادة الخدمات لمنطقة أم درمان القديمة بما فيها خدمات الكهرباء، وتوظيف الجهود والإمكانيات مع إعطاء الأولوية للمرافق الصحية والخدمات المرتبطة بتحقيق الاستقرار للمواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع مع الأمين العام لديوان الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الهادي عبد السيد وممثلي إدارات الكهرباء المياه والإسناد المدني باللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية. ووقف الاجتماع على مستوى خدمات الكهرباء والمياه بأحياء أم درمان المختلفة
كما اطمأن الاجتماع على المجهودات التي تبذلها وزارة النفط والكهرباء لتوفير احتياجات إعادة الكهرباء لمنطقة أم درمان. عقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة من وزارة الصحة دكتور محمود القائم، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور محمد إبراهيم، قال إن الاجتماع ناقش الوضع الوبائي في ولاية الخرطوم، موضحا أنه مستقر في وجود حالات إسهالات مائية، وأضاف أن والي الخرطوم وجه باتخاذ تدابير وقائية عاجلة واليرقي لمواجهة المهددات البيئية والتركيز على تجفيف المياه من الميادين وتكثيف عمليات نقل النفايات، وكذلك تكثيف تفتيش الأسواق والمنازل ومراكز الإيواء، مع زيادة التوعية الإعلامية للمواطنين وإشراك المجتمع وتبصيره باتخاذ التدابير الوقائية. وكان الاجتماع قد استعرض تقارير الطوارئ ومكافحة الأوبئة والرعاية الصحية الأولية وتقرير الطب العلاجي، وأكدت التقارير استقرار الوضع الصحي بالولاية، وهناك ارتفاع في حالات الإصابة بالملاريا، كما أشارت الجهود المبذولة في مكافحة الأمراض الوبائية والتحصين والتطعيم. وتطرق التقرير إلى الزيادة الكبيرة في التردد على المستدمئة و45 مركزا صحيا موزعة على أنحاء الولاية، بالإضافة إلى استقرار عمليات غسيل الكلى في عدد 9 مراكز. إلى ذلك أشاد والي الخرطوم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ولجنة الطوارئ الصحية والكوادر العاملة وجهودها التي أسهمت في تقديم الخدمات العلاجية والتوسع في المؤسسات العلاجية. تم تقديم التقارير للسيد والي ولاية الخرطوم للوقوف على الوضع الصحي بالولاية، وهذا التقرير يعرض للسيد الوالي أسبوعيا. ناقشت الجلسة اليوم 4 تقارير: تقرير الطوارئ والأوبئة، ثم تقرير الطب الوقائي، ثم تقرير الرعاية الصحية الأولية، وتقرير الطب العلاجي. تشير هذه التقارير إلى استقرار الوضع الصحي بولاية الخرطوم مع وجود بعض حالات الإسهال المائي في منطقة بحري، وارتفاع طفيف في حالات حتى الآن في عبر لجنة الطوارئ ما زالت تواصل العمل في مكافحة نواغر الأمراض وكلورة مياه الشرب وتوفير الأدوية اللازمة للأمراض المتوقع حدوثها نسبة لتأثير البنية التحتية، وتوفير الفحوصات والعلاجات اللازمة. أكدت جمعية الهلال الأحمر السوداني أن تدخلاتها الإنسانية لتخفيف أثار الحرب شملت كافة ولايات السودان، وتجاوز عدد المستفيدين من توزيع المواد الغذائية بولايات السودان المختلفة 1,800,000. وأوضح رئيس اللجنة التسييرية للجمعية صالح عبد اللطيف الدومة، أوضح أن الهلال الأحمر اتخذ العديد من التدابير لاستمرار عملها مع مكونات الحركة الدولية وعقد اتفاقات جديدة مع بعض وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية لمراكز إيواء النازحين بالولايات. وأوضحت الأمين العام للجمعية عايدة السيد عبد الله أن الهلال الأحمر السوداني تدخل على مستوى الولايات المتأثرة بالحرب وبحركة النزوح، مشيرة إلى أن الجمعية أطلقت نداء للمانحين الدوليين ولم تجد الاستجابة المطلوبة. النشاط بتاع الجمعية وكل اللي بتقوم به في 18 ولاية، النشاطات تمت في خلال فترة الحرب، والآن النشاطات تمت في خلال السيول والفيضانات. الجمعية تقوم بدور كبير لأنه العمود الفقري بتاع متطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني هم السند للجمعية، وهم الآن متواجدين في 18 ولاية، يقوموا بمجهود كبير جدا جدا في دعم الناس في السيول والفيضانات، وحتى في الناس النزحت من ولاياتها في المعسكرات. كنا في زيارة لحاضرة ولاية كسلة،
في معسكر اتعمل للنازحين من ولاية سنار، قاموا متطوعين الهلال الأحمر السوداني بنصب الخيام بطريقة تحفظ كرامة الإنسان. الخيام مهداة من اللاجئين، منظمة اللاجئين، والهلال الأحمر قام بنصب الخيام واتعملت فيه، حتتفتح فيه حسي المراكز الصحية اتعملت، وحسي حتتفتح فيه المدارس إن شاء الله. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. امتدح والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن امتدح نظمتها شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف للمهام الخاصة والقناصة، تأتي تأهيلا وتدريبا للقوات العسكرية ودعما لمعركة الكرامة. وفقا للأمن ودعما للقوات المسلحة، احتفلت شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة بتخريج دفعة جديدة من المجندين في دورتي المهام الخاصة والقناصة، والذين نالوا جرعات من مهارات التقدم مع الحركة واقتحام المباني العالية والتفتيش الدقيق. وردعا لكل من تسول لنفسه العبس بأمن هذه الولاية، إن الدارسين الذين أمامكم من قوات العمل الخاص قد تأهلوا في دورة المهام الخاصة والقناصة. رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالولاية عقيد ركن عبد العال الأمين أحمد أكد أن هذه الدورة تجيء ضمن الخطة التدريبية الراتبة التي تنظمها الشعبة، والتي ستلحقها دورات متخصصة في الفترة القادمة. وبعد أن لبى نفر كريم من أبناء الشعب السوداني نداء السيد القائد العام للقوات المسلحة للانضمام للاستنفار وحماية الأرض والعرض والبلاد، درجت شعبة الاستخبارات على تدريب منسوبيها وعقد دورتي المهام الخاصة والقناصة. ونشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة السيد الوالي وأعضاء حكومته ومجلس إسناد العمل الخاص، الذين نتقدم إليهم بشكر خاص جدا لوقوفهم خلف قوات العمل الخاص. أهمية التدريب في تجويد الأداء واكتساب المهارات، مشيرا إلى أن هذا التدريب النوعي مواكب للأحداث والمتغيرات. باكتساب المهارات الميدان جاء هذا التدريب النوعي، ومواكبة للمتغيرات والأحداث، كان لزاما علينا أن نقوم بهذا التدريب النوعي. وحقيقة السيد الوالي والحضور الكريم، هذه المجموعة وهؤلاء الشباب تلقوا جرعات تدريبية واكتساب مهارات كبيرة في عمليات الأمن الداخلي. والقضارف المكلف فريق ركن محمد أحمد حسن أعرب عن امتنانه بتخريج المجندين في هذه الدورة التدريبية، داعيا لأهمية التركيز على فنون القتال وإصابة الهدف لتحقيق الأهداف المنشودة. عشان في النهاية نحن دايرين نصيب هدفنا، يعني ما يكون جهدي ساكت وتعب وفي النهاية ما نصيب الهدف. فالمسألة دي مسألة مهمة، والشباب ديل بيحتاجوا برضو للياقة بدنية، فلا بد إنه يستمر تدريبهم، يتدربوا على التسلل، يتدربوا على التسلق، يتدربوا على التعايش بصورة أكبر وبصورة أوسع. فعلا الإنسان في كل 7 أيام ما يدوا أي أكل، يعرف يتعايش كيف مع الطبيعة. فإخوانا المسائل دي والله لازم تركزوا على تركيز شديد، لأنه نحن والله في معركة مصيرية. تدريب قوة جديدة من المهام الخاصة والقناصة تأكيد للاهتمام بأمن واستقرار هذا الوطن. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. نظمت اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية بمعسكر التحالف السوداني وحركة تحرير السودان، المجلس القيادي وحركة تحرير السودان جناح مناوي، نظمت محاضرة بعنوان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تناولت عددا من ملامح هذه القوانين وأهميتها للقوات النظامية.
توعية وتنويرا للمجندين ورفعا لقدراتهم، نظمت اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية محاضرة بعنوان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، قدمها عميد دكتور معتز فضل فضلة. استهدف بها المجندون بمعسكر التحالف السوداني وحركة تحرير السودان جناح مناوي. محاضرة اليوم هي عبارة عن محاضرات في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودي هي بنينا إحنا مهمة حتى نتميز من الميليشيات ومن القوات المتمردة، ونحن بالنسبة لنا المحاضرات دي في غاية الأهمية بالنسبة للجنود، لأن هي أصلا جزء من القوات، من قانون قوات الشعب المسلحة التوائم معه طبقا للاتفاقيات جنيف الأربعة وإضافة للبروتوكولين الإضافيين. رئيس هيئة الأركان بالتحالف السوداني فريغ محمد إسحاق دم يونس أكد جاهزية القوات بالمعسكر للمشاركة في معركة الكرامة، مؤكدا أهمية التنوير بالقانون الدولي الإنساني لتبصير المجندين بالقوانين العسكرية، وجاهزة لعمل أي عمل تدينا من قيادة القوات إن شاء الله بإذن الله تعالى. الآن قواتنا جاهز، كل القوة جاهز، فقط احنا لبعض التراتيب بإذن الله تعالى ننتقل لقدام بإذن الله تعالى. من هنا أنا بحيي رئيس مجلس السيادة وكل نواب مجلس النائب ومجلس السيادة والأعضاء مجلس السيادة كلهم، ونحن الآن قواتنا في التحالف السوداني أن جاهز. قائد قوات حماية المدنيين بدارفور لواء ركن عبد الرازق عبد الله كذا أن مثل هذه المحاضرات لها أهمية كبرى في تثقيف القوات العسكرية بقوانين الحرب وقواعدها. في الغريب العاجل تكونوا كتفا بكتف مع أخوانكم وشاركوا في معركة الكرامة سواء كان في محور الجزيرة أو في محور دارفور، ونحن واثقين شديد إن شاء الله كل الناس القائمين على العمل ده إن شاء الله سيوتوك له في الغريب العاجل، ونتمنى لكم التوفيق ونسمع عنكم قريب إن شاء الله منضمين للقوات المسلحة وبرفقة أخوانكم اللي سبقوكم، ونسأل الله أنكم برضو تأدوا نفس الشغل أخوانكم اللي قدموه سواء كان هنا في المحور بتاع الفاو أو هناك في الفاشر أبلو بلان حسن. التنوير والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان دعوة لمراعاة الحقوق والجوانب الإنسانية في الحرب والسلم. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. في إطار جهودها لمعالجة تداعيات فيضان نهر الجعش، تمكنت فرق الدفاع المدني بولاية كسلة من السيطرة على التسريب الذي حدث على الطريق القومي الرابط بين ولايتي البحر الأحمر وكسلة. زيادة مفاجئة في مناسيب مياه الجعش بمدينة كسلة كادت أن تتسبب في قطع الطريق القومي الرابط بين ولايتي البحر الأحمر وولاية كسلة لولا تدخلات عاجلة من حكومة الولاية. الآن في محلية شمال الدلتا في منطقة 18 عيسى الحاج ورد بلاغ بأنه المياه دي أثرت على الطريق القومي. مدير القطاع الشرقي بالطرق والجسور والإخوة في شرطة المرور والإخوة في الدفاع المدني جميعهم، واستنفرنا الآليات المخصصة لحماية مدينة أروبا من الفيضان وحركنا قلابات عشان يتم رد، والحمد لله التحرك السريع يمكن خفف من الأثر بتاع الطريق، يعني لأنه الإخوة في السلطات اتحركوا هنا وأملوا الحتة اللي فيها انسياب للموية من تحت الطريق نفسه. سرعة معالجة الخطر ووصول الفرق المعنية بعمليات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الأوضاع خلال فترة وجيزة. المياه عبرت الطريق من الناحية الشرقية للاتجاه الغربي، وكان هنالك تنفيذ أسفل الطريق، تدخل أديام الدفاع المدني وتم تخفيف التسريب عن طريق الشكارات.
والآن بحمد الله تمت السيطرة على التسريب، ونسأل الله اللطف، والوضع الآن تحت السيطرة إن شاء الله. وبالرغم من نجاح الجهات المعنية بمعالجة فيضان القاش، إلا أن المرحلة تتطلب معالجات أخرى لضمان سلامة الطريق البري المهم. والحمد لله تم ردم المنطقة اللي وصلت لها الموية مياه القاش، والحركة منسابة الحمد لله من الجانبين ومن الاتجاهين، من كسل لبورسودان ومن بورسودان لكسل، والحمد لله بصورة طيبة العمل يصير في باقي الردميات على طول الطريق المتأثر بالفيضانات. لا مع لجنة طوارئ الخريف في معالجة تأثيرات نهر القاش على الطريق القومي، واستؤنفت حركة السير بصورة طبيعية. إدريس هشابة، تلفزيون السودان، محلية حلف الجديدة. مسيرة هادرة طافت كل أرجاء المدينة، رافضة ومنددة بتدخل الخارجي في البلاد. وأكد العقيد ركن مدثر حسن المسلحة على إنهاء التمرد ودحر ميليشيا الدجل الإرهابية، داعيا إلى تماسك المجتمع لمواجهة جرائم وممارسات الميليشيا الإرهابية. كما خطب المسيرة رئيس المقاومة الشعبية بمحلية حلف الجديدة، مؤكدا وقوف أبناء المحلية مع قوات مسلحة في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجل الإرهابية. ما يكون في تدخل أجنبي ولا غرارات جايين من برا، ونحن قاعدين إلا تحت التراب زي ما كما قال القائد العام قوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرحان، نحن خلف القوات المسلحة في هذه المنطقة، منطقة حلفة ونهر عتبرة وخشم القربة. نحن ضد أي غرار أجنبي مهما كانت الظروف، ونحن نسلم جميعا لقوات الشعب المسلحة، ونحن خلف القائد وخلف قائدنا في هذه المنطقة وخلف رئيس مقاومة الشعبية في منطقة حلفة ونهر عتبرة السيد سيف الدولة، ونحن إذا خضنا كل المحيطات فنحن وراء القائد السيد القائد. نحن نحذر التدخل الأجنبي على شؤون الداخلية السودانية، لسنا نحن أشد من مغاديش وأشد من كرزاي، وهنالك شاننا إن شاء الله نسله بعدنا ونحارب بعدنا على كيفنا نحن، وما دايرين أي تدخل لجد شعب واحد. تنكر تدخل جنيف التدخل الأجنبي، نستنكرهم تماما. اليوم طبعا نحن نحييكم ونحيي المقاومة الشعبية وجيشنا العظيم بالانتصارات إن شاء الله بإذن الله، ونحن كمحلية أمامكم وخلفكم إن شاء الله بإذن الله. ونيابة عن المدير التنفيذي السيد. أكدت السلطات المسؤولة بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة وناشطون وإعلاميون بإقليم النيل الأزرق أكدوا بأنهم داعمون للتفاوض وفق ما جاء من بنود اتفاق جدة القاضي بإخراج الميليشيا الإرهابية من منازل المواطنين والمؤسسات، متعاهدين بأنهم ماضون في دعم القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والمستنفرين حتى إنهاء التمرد بالبلاد. جيش وشعب فداك يا وطن، مخرجات توقفت عندها السلطات المسؤولة بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة لإنزال قرار حاكم إقليم النيل الأزرق على الأرض القاضي بتوجيه الأجهزة الإعلامية لدعم القوات المسلحة بمختلف المحاور. أتقدم بالتهنئة الحارة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على الثقور وحول الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على السودان. سنعمل جاهدين
المدينة الرسائل الموجبة لأهلنا في إقليم النيل الأزرق وللسودان قاطبة، متمنين وسائلين الله عز وجل أن ينجلي هذه الغمة وهذه الحرب اللعينة التي فرضت على وطننا الحبيب. ومن بر جنيف لا يمثلنا نحن كسودانيين، يمثلنا من بر جدة والرؤية ومخرجات جدة، ونحن ندعم القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية ولجان الاستنفار، ونعازرهم ونساندهم. ناشطون في العمل الإنساني بإقليم النيل الأزرق أكدوا أنهم داعمون للتفاوض وفق ما جاء في اتفاق جدة من بنود القاضي بإنهاء التمرد بالبلاد. كيف نفاوض والدعم السريع يقتل المدنيين في جلجني بولاية سنار؟ كيف نفاوض والدعم السريع الآن يحاصر مدينة الفاجر؟ كيف نفاوض والدعم السريع الآن يحتل منازل المواطنين في مناطق كثيرة من السودان؟ في تقديري يعني إعلان جدة هو المخرج الحقيقي للأزمة في السودان، ونحن من هنا بنحيي الحكومة السودانية على موقف الثابت المتمثل في التمسك بإعلان جدة. مسؤولون بإذاعة إقليم النمج إنه كيف نحن ندعم القوات المسلحة في واجب الوطني الدستوري في حماية الأرض والعرض. إذاعة إقليم النيل الأزرق في الفترة الفائتة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل قامت بأدوار كبيرة جدا في دعم القوات المسلحة وتثبيت المواطنين وضحض الشائعات وخطاب الكراهية، واستخدمت من خلالها كل القوالب الإذاعية البرامجية والإخبارية حتى اللغات المحلية. وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية مؤشرات لاستدامة الاستقرار بالبلاد. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. نظمت لجنة المرأة باللجنة العليا للاستنفار ولاية الخرطوم نظلارة للتدريب، وتناولت الدورة قيمة الوقت في إنجاز المهام والأعمال والأهداف المرصودة في الخطط والأهداف. وقالت رئيسة لجنة المرأة إن إدارة الأعمال تتطلب أهدافا أساسية لإنجاح المهام، وأن لجنة الإسناد نفذت العديد من الدورات المتوافقة مع طبيعة الحرب، أهمها دورة إزالة الألغام. وتخطط اللجنة إلى تنفيذ حملة كبرى بمشاركة المستنفرين لإصحاح البيئة والنظافة بالولاية. دورة تدريبية تهتم بالوقت والأولويات، إدارة الوقت والأولويات. تطرقنا فيها لأهمية الوقت ودوره في إنجاز الأعمال والأهداف المنصوبة في خطط ربعية أو خطط سنوية، تعتبر هي الأهداف الأساسية في إنجاح كل عمل قائم باللجنة أو باللجنة العليا إن شاء الله. شرف افتتاح الدورة السيد الفريق نصر الدين عوض الكريم رئيس اللجنة العليا، والسيد الفريق منير رئيس لجنة الشؤون القانونية باللجنة العليا. وتحدث السيد الفريق نصر الدين عن دور الوقت وأهميته في إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة إن شاء الله. أشاد اللواء معاش بشير مكي الباهي رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية في السودان، أشاد بجهود الولاية الشمالية فيما يلي المقاومة الشعبية. وأوضح الباهي عقب لقاء وفد من المقاومة الشعبية بوالي الولاية الشمالية المكلف عبد الدين عوض الله بمكتبه أوضح المقاومة الشعبية. وأكد عبد الرحمن فقيري نائب رئيس المقاومة الشعبية أن المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية تسير وفق الخطط واللوائح التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأن العمل فيها يسير بصورة طيبة. تنويرنا للجهد الذي بذل في إنشاء وتكوين
المقاومة الشعبية هي تفهمت تماما دور المقاومة الشعبية، وظهر لنا ذلك في كثير من لقاءاتنا واجتماعاتنا مع كل المقاومات أو كل الأجسام المختصة بعمل المقاومة الشعبية. أكدنا اليوم المقاومة الشعبية في الولايات الشمالية تسير وفق الخطة وفق اللائحة اللي أصدر السيد القائد العام، والحمد لله رب العالمين كل المحليات وكل الفعاليات وكل المقاومات الآن العمل فيها يصير بصورة مرضية وطيبة. أكد والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أن المقاومة الشعبية، وقال خلال لقائه رئيس المقاومة الشعبية بالمناجل العميد الركن حاتم البشير، قال إن أبناء السودان سيسطرون لوحة في العمل الجماعي في الميدان ومساندة القوات المسلحة في حربها ضد ميليشيا الدجل الإرهابية. من جهتها جددت المقاومة الشعبية بالجزيرة حرصها على ترتيب صفوفها وتسليح أفرادها لدحر ميليشيا الدجل الإرهابية. تحرير الجزيرة من هؤلاء الأباش الذين اغتصبوا الأرض والعرض وعاسوا في الأرض الفساد، وإن شاء الله وبإذن الله حتى نحرر كل شبر من أرض الجزيرة، وإن شاء الله سيكون هذا التحرير هو تحرير ليست للجزيرة وإنما تحرير للسودان قاطبة. عرض أحداث اليوم مستمر معكم من تلفزيون السودان. افتتح والي كسلة المكلف اللواء ركن معاش صادق محمد الأزرق برفقة مدير عام وزارة البنى التحتية بسمات الإمام بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية افتتح محطة كسلة التحويلية الغربية بعد إعادة تأهيلها، وبشر والي الولاية المواطنين باستقرار التيار الكهربائي بعد أعمال الصيانة والتأهيل التي قام بها المهندسون في المحطة التحويلية. المحطة بدأ العمل فيها منذ وقت مبكر، وأخواننا المهندسين والفنيين في إدارة الكهرباء هنا حقيقة بذلوا مجهود كبير جدا جدا في أنه هذه هي المحطة ترى النور، والحمد لله الآن نحن كلنا نحتفل معهم بتدشين هذه المحطة. وفي السابق كان هناك محطتين في شرق كسلة وغرب كسلة كل واحدة فيها 40 MVA، والآن هي بتدعم المحطتين السابقتين ب 25 MVA، وتقريبا بذلك نفتتح ان شاء الله محطه اللي هي محطه كسل الغربيه التحويليه، وان شاء الله نتمنى انه زي ما بيقولوا تكون فيها استقرار لمدينه كسل. يمكن الفتره اللي فاتت دي الناس عانوا كثير جدا وصبروا معانا، كان في برمجه كثيره جدا، كان في قطوعات كثيره جدا نتيجه للتحميل يمكن في على مستوى المحطتين الشرقيه والغربيه، لكن إن شاء الله زي ما بيقولوا هي إضافة كبيرة جدا. تبذل السلطات الحكومية والمنظمات الطوعية والإعلام جهودا مقدرة لتخفيف آثار السيول والأمطار التي سببت خسائر في الأرواح والممتلكات بمحلية أبو حمد، حيث تشهد المحلية حراكا واسعا من جميع قطاعات وفئات مجتمع المحلية. ألحقت الأمطار والسيول أضرارا بالغة بسكان محلية أبو حمد، وأصبح أكثر من 3000 أسرة دون مأوى، وأطلقت السلطات المحلية نداءات استغاثة لإعانة المنكوبين. إحنا مما حدث المطر ده يعني حصل لنا أضرار كان 3451 منزل، ده انهيار كامل، وعندنا وفيات 34 حالة وفاة. تدخلنا مباشرة على مستوى الولاية
كان الولايه كانت حاضره، قوات الدفاع المدني الحمد لله كانت حاضره في الزمان المحدد، وقدرنا بالحمد لله تجاوزنا العقبات وزلنا المخاطر على المواطن بشفط المياه اللي هي طبعا سبب للمشاكل والامراض الحمد لله. الهلال الاحمر بالمحلية شكل حضورا مبكرا من خلال الاتيام المتخصصة في الاجلاء واتيام المسوحات الاولية وتقديم العون للاسر المتضررة. الهلال الاحمر نعيد لتقديم المزيد من الدعم للأسر المتضررة في محلية أبو حمد، ويأتي دعمنا عبارة عن مواد غذائية ومواد إيواء، وكذلك مساعدة كل الأسر التي تجي تطلب النجدة من الهلال الأحمر. نحن جاهزون تماما لمساعدتهم بكل ما نملك. لدينا قاعدة بتاع المتطوعين كثيرة جدا ممتدة على امتداد محل تماما. إذاعة أبو حمد هي الأخرى تقوم بواجبها الإعلامي والتوعوي والإرشادي وتمليك الأخبار والمعلومات لمواطني المحلية وبث تحديثات لحالة الطقس. بالتأكيد الإذاعة دورها ما حيتوقف، الآن هي تعمل أيضا بنفس النمط وبنفس الهمة من أجل الجوانب الصحية التي تتوقع بعد السيول دائما الأمراض المصاحبة للخريف. أيضا الدعم ما زال متواصل من خلال النشرات والبرامج التثقيفية والإرشادية. تتضافر الجهود حتى تنجلي هذه الأزمة وتستقر الأوضاع. أدوار طليعية تقوم بها مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية المدنية وكذلك الطوعية من أجل تخفيف آثار الكوارث بأبو حمد وتقديم الدعم والإسناد والمعاونة لمواطن أبو حمد. طه البشير، تلفزيون السودان، محلية أبو حمد. تفقد والي الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير آثار السيول والأمطار على طريق مدني المناجل، ووقف على المناطق التي جرفتها السيول في منطقة عبر المواطنون بضرورة إيجاد حلول جذرية لأثار السيول والفيضانات التي تتكرر كل عام، مشيدين بسعي حكومة الولاية في تسهيل حركة المرور ودعم النازحين المتأثرين بالحرب في مراكز الإيواء. يا المدينة عرب، والله اللي جينا هنا السيول دي لقينا الحمد لله كان شارع مقفول، وجابوا العربات وفتحوا الشارع وامنوا لنا الشارع. كنا الشارع ده مقطوع له يومين، الحمد لله حتى المواد الغذائيه خشت البرد في امن وامان. نشكر السيد الوالي والله من بدايه الخريف واقفين معانا وقفه رجل واحد، وعانوا معانا في المويه دي ووقفوا معانا، وهسه شغالين معانا بالكراكات وبالاليات وبنفسهم. ترأس والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعة الله ترأس اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية، وأدان المجلس ما قامت به ميليشيا الدقل الإرهابية من قصف مدفعي استهدف المدارس والأحياء السكنية والأعيان المدنية، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين. وأوضح الناطق الرسمي لحكومة الولاية الوزير المكلف عبد المطلب عبد المتعال أوضح أن المجلس استمع إلى تقرير حول سير العملية التعليمية على مستوى محليات الولاية، مشيرا إلى استئناف الدراسة حسب الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم. بداية ترحم على الشهداء المعلمة والطالبات الثلاث اللي تعرضنا للقصف الذي أصاب مدينة الأبيض مؤخرا من الميليشيا المتمردة، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وتمنى للشهداء الرحمة والمغفرة. وأكد بأن العملية التعليمية مستمرة استقرار الوضع الأمني في محلية مروابة، خاصة في دارية الشركيلة دارية والعشانة، وهنالك يعني عوضة طوعية للمواطنين الذين نزحوا لولاية النيل الأبيض في مدينة تندلتي وكوستي.
أيضا الموسم الزراعي يبشر ولا توجد أي آفات. الوضع الصحي مستقر، تم ترحيل عدد 33 مركز إيواء وتم إخلاء عدد 30 مدرسة بشكل كامل، أيضا تم إخلاء داخلية عروس الرمال. أكد والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله مضي حكومته في خطتها الرامية إلى توطين العلاج داخل الولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن جميع مستشفيات الولاية العسكرية والشرطية والعامة تعمل في منظومة صحية متكاملة من أجل تقديم خدمات علاجية للعسكريين والمدنيين. بذلت حكومة ولاية النيل الأبيض مجهودات كبيرة من أجل ترقية وتطوير مستشفيات القطاع الأمني بالولاية من أجل استقبال الحالات المتزايدة للجرحى ومصابي العمليات والوافدين للولاية من الولايات المتأثرة بالحرب، حيث تم إدخال قسم جراحة المخ والأحصاد بمستشفى الشرطة بربك، إضافة إلى إدخال العديد من الأقسام الجديدة بمستشفى الشرطة بكوسي، وافتتاح بعض الوحدات اللي نعتبرها هامة جدا في ظل الظروف الموجودة عندنا دي، اللي هي عندنا مركز جراحة المخ والأعصاب. مركز جراحة المخ والأعصاب طالب في ولاية النيل الأبيض يعني من الوحدات المهمة جدا بالذات في الظروف اللي احنا فيها حاليا، وحاليا بيعتبر زي المركز الوحيد في ولاية النيل الأبيض بيقدم يعني عمليات. يمكن في خلال 4 شهور الفاتة دي اتعملت أكثر من 65 عملية. في أيضا يعني مركز جراحة الفك والوجه، ده برضو يعني مركز جديد وبدأ في عمليات معه. أما المستشفى العسكري بكوستي فقد شهد نقلة نوعية تمثلت في افتتاح قسم جراحة العظام والعمود الفقري الذي أسهم بصورة فاعلة في علاج العديد من الحالات الحرجة. وقسم يعتبر من الأقسام المهمة شديد في عمل الجراحات الدقيقة المتخصصة، والحمد لله القسم اليوم افتتح القسم بأحدث الأجهزة زي ما أنتم شايفين، يعني أجهزة قيمة جدا جدا وأجهزة من الجيل الرابع في أجهزة التخصصات الطبية. حكومة الولاية أكدت أن جميع مؤسسات القطاع الصحي بشقيها المدني والعسكري تعمل في منظومة صحية موحدة من أجل تقديم خدمة علاجية متكاملة. هنالك اهتمام بجانب الصحة ويمكن كثير من المجالات، جراحة القلب، جراحة المخ والأعصاب، الأطفال، الباطنية، وهنالك تنسيق أيضا مع الإخوة في المستشفيات، مستشفى العسكري سلاح الطبي، والإخوة في مستشفيات شرطة الولاية كوست ربك، وكل الناس الموجودين معنا في ولاية النيل الأبيض. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لكل العاملين في قطاع الصحة، تأمين الصحة. ويمثل إدخال 104,000 بطاقة تأمينية للعائدين من دولة جنوب السودان والوافدين للولاية بسبب الحرب يمثل دفعة قوية. محاسن إبراهيم حماد، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأبيض. نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نهر النيل برئاسة دكتور أحمد سيد أحمد، نفذت عددا من البرامج والمشروعات المجتمعية المهمة ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للهيئة بالولاية، والتي شملت عددا من المؤسسات بالولاية. اتساقا مع جهودها الرامية لنهضة المجتمعات وترقية السلوك البشري، أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بنهر النيل عن جملة من البرامج الطموحة لرعاية الشباب والمبدعين بجانب توعية وتصغيف وتطوير مهارات نزلاء السجون من أجل إعادة دمجهم داخل المجتمعات. ويأتي ذلك ضمن برامج ومشروعات المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الإدارة العامة للهيئة السودانية والمواصفات والمقاييس برئاسة الأستاذ رحمة سعيد وبمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات والإدارات المعنية بنهر النيل.
الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ظل هذه الظروف المعلومة للناس تقف على ثغرة كبيرة في إطار برنامج للمسؤولية الاجتماعية طرحه الأستاذة المديرة أستاذة رحبة سعيد. توفرنا اليوم لتقديم دعم مادي وفني وعيني لمجموعة من المؤسسات يعني ذات حاجة. توفرنا اليوم لزيارة جمعية كرام الموتى ثم سجن عضبرة. وقفنا على حال السجناء والأطفال مع ذويهم في السجن، ثم أيضا توفقنا لتقديم دعم لمخيم أيتام في أيضا تم عبره تقديم دعم عيني ودعم مادي. وإن شاء الله تتواصل برامج المزولية الاجتماعية وتتواصل الشراكات في ذات الصلة. سمنوا الخطوة وصفوها بالجيدة والمحفزة نحو قيادة برامج ومشروعات التغيير التي أسمرت عن تحولات واضحة في برامج نشأة الأطفال ومناشط الأندية وبرامج ورعاية الوافدين. يعني بحمد الله تعالى فتحت بعض الشراكات مع بعض الجهات الحكومية والجهات الاعتبارية كقيادة المواصفات والمقاييس بالولاية التي فتحت ذراعيها وضمت أن تتبنى كل البرامج التي تتم شباب خطر لو ما النزول بيتمكن نزول واثق ما بيتبناه ونحن نشكرهم على ذلك بتبنيهم خاصة زراعة الأيتام والأسر الضعيفة والوافدين. الحمد لله تمت بعد البرامج الإدارية واستغلال بعض دور العبادة الاستفادة منها للترويض وإخراج الأطفال بما هو من هذا الوضع السائر من الحرب والتأثيرات الحاصلة على الأطفال الحمد لله. المواصفات والمقاييس بولاية نهر النيل وبكافة السودان تعمل على إنزال جملة من برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية والمناشط التي من شأنها الإسهام في النشأة الوطنية السليمة للأطفال بجانب دعم جهود الإصلاح المجتمعي لنزلاء السجون وتقديم العون الإنساني لشرائح الضعفاء والوافدين. خالد على أحمد، تلفزيون السودان، ولاية نهر النيل. دشات إغاثية بتنفيذ من منظمة البحر الأحمر للتدريب والتنمية بمحلية سينكات وحدة جبيت الإدارية بحضور مفوض العون الإنساني بالولاية علي الأمين وممثل المدير التنفيذي للمحلية. وأكد رئيس منظمة البحر الأحمر للتدريب والتنمية محمد عبد الله أكد أن القافلة تشتمل على مواد غذائية للأسر بمراكز الإيواء بوحدة جبيت الإدارية، مشيدا بدعم جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بالكويت. اليوم نحتفل بتدشين توزيع السلة الغذائية المقدمة من الجمعية الوطنية البحر الأحمر للتدريب والتنمية بالشراكة مع منظمات كويتية وعلى رأس منظمة الشيخ عبدالله النوري ومجموعة من المنظمات الخيرية ومجموعة مانهين أو الأوقاف من دولة الكويت الشقيقة. نعمل إن شاء الله يستفيد النازحين وبعض الأسر المستضيفة من هذه السلال المكونة من 8 أصناف يمكن تقريبا يستفيدوا منها في توفير المادة الغذائية. ولذلك نشكر دولة وشعب الكويت حكومة وشعبا ونخص المنظمات الوطنية والجمعيات الخيرية على يدهم السخية، ونعمل إن شاء الله أنه السودان يمر إلى بر الأمان. باسم محلية البحر الأحمر للتدريب والتنمية بقيادة أخونا محمد عبد الله، ونشكر أخواننا المساهمين معه، وخاصة تحياتنا وشكرنا للشعب الكويتي وحكومته والخيرين. أسمع آيات الشكر والتقدير لكل الأخوة قيادات جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بقيادة الأخ جمال النوري والأخ الدكتور عمر الفرغلي والأخ الفاضل الأستاذ محمد قاسم
والأخ عمر سالم وكل الأخوة في المالية وفي كل الإدارات المختلفة لتعاونهم معنا وتسهيل الإجراءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل. دشنت مدير أعمال الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلة رحبة سعيد عبد الله دشنت المبادرة التي أطلقتها الهيئة بتقديم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وفاء بالتزاماتها نحو الأطفال وقياما بواجبها تجاه المجتمع، دشنت الأستاذ رحبة سعيد عبد الله مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمدرسة المرغنية الشرقية بمحلية كسالة برنامج المسؤولية المجتمعية تجاه التعليم، وذلك بتقديم العديد من المستلزمات المدرسية للتلاميذ. إن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه هؤلاء الأطفال ليتمكنوا من الحصول على حقهم في التعليم والصحة والعيش الكريم. لذلك كانت هذه المبادرة لاستكمال واستمرار العملية التعليمية لهم رغما عن ظروف الحرب اللعينة. الأستاذ نهل عبد الله مدير فرع المواصفات والمقاييس بولاية كسلة أكدت أن فرع كسلة لن يدخر جهدا في خدمة إنسان الولاية في كافة المجالات. هذه المبادرة تهدف وتسمي في رفع مستوى أداء طلابنا إن شاء الله، ونحن في المواصفات والمقاييس فرح كسلة نؤكد دعمنا وحرصنا لكل أنشطة الهيئة التي تخدم الولاية بصورة عامة وتخدم العملية التعليمية بصورة خاصة. الأستاذ ماهر الحسين مدير عام وزارة وأكد عزم الولاية فتح المدارس رغم مكائد الأعداء والتحديات الماثلة. التعليم يحتاج إلى الشراكات، وهذه الشراكة مع هيئة المواصفات هي واحدة من الشراكات التي نتطلع إليها. إذا كان الجندي في قوات شعبنا المسلحة نصرهم الله وسدد رميهم هؤلاء يحاربون بالبندقية، فنحن نحارب بالقلم، وهذه أخطر الحروب حقيقة. الأعداء قصدوا بهذه الحرب اللعينة أن يتوقف التعليم. التحدي الذي أمامنا الآن هو استمرار التعليم لتحقيق الغاية الأساسية بأن هذه العملية هي عملية بناء الأمة تأتي من العملية التعليمية. الاحتفال الذي نظمته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس للمسؤولية المجتمعية بمدرسة المرقنية الشرقية اشتمل العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال إلى جانب تقديم جرعات توعوية حول المواصفات والجودة وأقلام. ومن المحاضرات اللي دونا فيها أنا استفدت منها حاجة، إنه ما نشتري أي حاجة بالذات الطعام. أول شيء نشوف إنه البائع هدومه نظيفة أو يدينه نظيفة، لأنه لو اشترينا الحاجات دي ممكن تعرض لنا للأذى أو للأمراض. المبادرة التي لكن أكثر وعيا تستهدف شريحة الأطفال من أجل رفع الوعي لديه في التعامل مع كل ما هو حولهم في المجتمع. عمر خاطر، تلفزيون السودان، ولاية كسالة. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. نلتقي وفد قبائل البرقد ويدعو إلى إعلاء قيم التعايش الاجتماعي. إبراهيم جابر يشيد بجهود دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان. قوى تجمع تحرير السودان مستقبله. بهذا مشاهدينا تكمل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي
وفريق العمل ونسوات المسلحة. ابقوا في أمان الله.